إن شاء بدأنا الله. خلينا ننتقل إلى نائب قاسم هاشم عضو كتلة تنمية وتحرير معي مباشر. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك عبر زوم معنا. أستاذ قاسم، بدي أبدأ اليوم من كلام الرئيس بري لصحيفة الجمهورية، وبيقول بدي أبلش بملف الرئاسة. صراحة الملف الرئاسي، يقول الرئيس بري أنه هناك من يرفض التجاوب مع مبادرته بانتظار تبلور كيف رح تنتهي الحرب، ومعول أنه أن ينهزم هذا المحور. هذه رسالة إلى من؟ إلى المعارضة، إلى القوات اللبنانية، إلى الكتائب؟ ويعني حق من بعد ما يشوفوا اللي عم بيصير استاذ قاسم، أنه الاغتيالات وعمق الضاحية، أنه يفكروا بهذا المنطق. لا، اي منطق؟ بمنطق انه مراهنه بحسب هن المعارضه او القوات والكتائب على منطق انه هذا المحور عم يبنى بخسائر، وخلينا نضل ناطرين، حيطلع هذا المحور منهزم من هذه الحرب، وبالتالي ما حيفرض الشروط التي يريدها. يعني بالمبدا موضوع فرض ارادي ابدا، والا ما كان موضوع الحوار اللي طرحه الرئيس بري هو أن نتوافق فيما بيننا على ضرورة إنهاء الشغور بهذه المرحلة الاستثنائية اللي عم يمر فيها البلد. ولسبب دكتور الرئيس رجع كرر وقال هذا الكلام لي طبعا لقناعته بأنه هذه المرحلة تتطلب فعلا وجود رئيس الجمهورية ومؤسسات فاعلة لتكون حاضرة بالظرف الاستثنائي وبظل تعرض لبنان لحرب شئنا أم أبينا. صحيح أنه الجنوب اليوم واستثناء بعض مناطق بشكل استثنائي تتعرض، ولكن الحرب هي واقع كل اللبنانيين وأثار على كل اللبنانيين، وأن أصيبت منطقة فإنما يصاب كل الوطن. وهذه المرحلة تطلب فعلا وجود هذه المؤسسات، ومن هذا المنطلق عاد دولة الرئيس وقرر موقفه بضرورة إجراء هذا التشاور بين اللبنانيين، بين المكونات والكتل النيابية لتسريع انتخاب رئيس الجمهورية، لأنه دون هذا التوافق اليوم لن نصل إلى انتخابات. وإن حاول البعض أن يلمع صورة من هنا وكلام منمق من هناك ومبادرة لا نعرف كيف، طبعا تم لملمة أفكارها في لحظة أفكارها في لحظة معينة طبعا، أما الرهان على هذا، وطبعا دكتور الرئيس أكد أنه لا يمكن أن يكون هنالك رابط بين موضوع رئاسة الجمهورية وما يجري من حرب اليوم بس بالآخر هذه على مبادرة لبنان يعني أو لا يمكن على التعاطي غزة بالأحرى، إنما هذا موضوع سيادي يجب علينا أن نأخذ الأمور بأنفسنا دون أي رهانات خاطئة على من هنا أو هناك. أما أن يراهن البعض على نتائج هذه الحرب فهذا ليس لا في مصلحة لبنان ولا في مصلحة اللبنانيين، على العكس تماما، هذا يأخذنا إلى مكان آخر نحن بغنى عنه في هذا الظرف الذي نمر به وفي ظل التطورات والتحديات التي لا نعرف أين تأخذ. طيب بس حكيت على مبادرة، حكيت على مبادرة للمعارضة، طيب هذه المبادرة بالآخر اسمها مبادرة، يعني ليش ما نعطوا موعد؟ يعني كيف بدهم يروحوا يتحاوروا على بمنطق انه ما بينسمع لهم، ما بينعطاهم موعد لحتى يقولوا اللي عندهم اياه؟ لماذا تم اللي قالوا عندهم اياه وليس بجديد، افكار تم جمعها ولملمتها. نحن في كتلة التنمية والتحرير اقله خلال اسبوع من اطلاق ما سمي بمبادرة كان لنا بيان توضيحي بشكل تفصيلي حول رأينا مما يطرح ورؤيتنا حول كيفية الخروج من الأزمة وأسهل الطرق للخروج من الأزمة، وأعلنا تمسكنا بمبادرة الرئيس بري ليقيننا أن الأسهل والأسرع
والأوضح لانتخاب رئيس الجمهورية، لأنها الوحيدة التي حددت زمانا واضحا ولا يتعدى العشرة أيام وقد لا يصل العشرة أيام، وبعدها ننتخب رئيس أيا كانت نتائج هذا التشاور أو الحوار أو التلاقي، سميه ما شئت. أستاذ قاسم، خلينا نكون واضحين مع هالرأي العام، لا رئاسة في المدى المنظور بانتظار؟ لا أبدا. عندما يقرر الفرقاء الكتل النيابية الذهاب إلى هذا الحوار إلى الطلاق إلى الشعور، قد نكون أمام رئاسة الجمهورية وفي أقل من 10 أيام، وهذا ما أكد عليه الرئيس بيري اليوم من خلال طبعا صحيفة الجمهورية. طيب هذا موضوع خلاف كبير، وهيدا ما حيقبل حدا ينزل يعني إلا ما تتبلور صورة المنطقة ككل. بالانتظار، هل هناك من اتصالات صارت بالساعات الماضية بين رئيس بري وهوكشتاين فيما خص الرد المرتقب لحزب الله على اغتيال فؤاد شكر؟ في وساطات أمريكية جديدة يقوم بها هوكشتاين؟ ليس بالضرورة أن تكون أمريكي بالتحديد أو طرف معين، هنالك اتصالات عديدة على المستوى المحلي الإقليمي الدولي على أكثر من مستوى أكثر صعيد للبحث في طبعا أمور الحرب الدائرة وما يمكن أن تتركه الأيام القادمة، خاصة مع استمرار تعنت الكيان الصهيوني وزيادة حالة التوتر كما رأينا في الأيام الأخيرة منذ بعد استهداف ضاحية بيروت إلى طهران لاحقا إلى ما حصل من مجزرة إبادية في غزة، وصولا طبعا وقبلها بساعات الى صيدا واستهداف احد مسؤولي حماس مع حركة حماس في عاصمة الجنوب. طيب رح تنجح الاتصالات لو ما كانت امريكية اتصالات الوسطاء انه برد يكون منضبط ولا لا يجر المنطقة الى حرب موسعة؟ طبعا اليوم الاتصالات يجب أن تنصب على المعتدي على الكيان الصهيوني الذي لم يستطع هذا العالم أن يذبح جماحه، والذي طبعا يطلق العنان للمفاوضات وفي الوقت ذاته يستهدف طبعا المفاوض الرئيسي. فهنا السؤال، هل هنالك فعلا من يريد التهدئة ووقف الحرب على غزة أم أن الأمور في مكان آخر؟ ما هو واضح اليوم أن حكومة هذا الكيان لا تريد لا تهدئة ولا وقف إطلاق نار، إنما تريد أن تجر المنطقة إلى ما هو أخطر، بل أن تعمل على توسيع هذه الحرب لزج هذا العالم وخاصة الإدارة الأمريكية في هذه اللحظة في أكثر من مستوى على أكثر من صعيد. ختاما أستاذ قاسم، عندك تعليق على كلام النائب غادة أيوب؟ وهل تطالب برفع كما طالب الدكتور يعني رفع للأسف الحصاني عنه؟ بدنا نقول أن يصل الخطاب إلى هذا المستوى في هذه اللحظة الذي يعيشها لبنان والمنطقة، وقد لا يكفي التوضيح، ولأن من سمع قد سمع، والموضوع إذا كان زلة لسان يجب الاعتذار، وألا فهو كلام مقصود ونحن بغنى عن العودة إلى هذه اللغة وإلى هذا المستوى من التعاطي في ظلمة يجري اليوم وفي لحظة نحتاج فيها. نعم. إلى اللغة الهادئة وإلى كل ما يجمع ويقرب بين اللبنانيين والابتعاد عن كل ما يفرق ويشرجم فيما بينهم. تطالب برفع الحصانة النيابية عنا؟ يعني هذا موضوع أعتقد ليس هو بالارتجال أو باتخاذ موقف أحادي، هنالك أصول، هنالك بحث، هنالك تلاقي، لا نعرف إلى أي مدى ممكن أن تصل الأمور إلى هذا المستوى، نحن بغنى عن أي توتر
في هذه اللحظة المصيرية من عمر وطننا والمنطقة بشكل عام. بدي أشكرك على هذه المداخلة، شكرا لك نائب قاسم هاشم.